الله أكبر الله أكبر. الماء وهو ما يقال له التيمم، ونريد أن تذكرونا إن شاء الله تعالى في بعض المسائل التي ذكرت بالأمس. منها أولا، ما أركان الوضوء؟ ما أركان الوضوء؟ نعم، غسل الوجه، صح صح، اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، وغسل، بقي ركنان، بقي ركنان ستة، هي تذكرت أربعة. ها أه؟ الترتيب والموالاة، يعني ترتيب هذه الأعضاء كما في الآية، والموالاة عدم قطع بعضها عن بعض. طيب، ذكرنا كذلك سنن الوضوء، فمن يذكر لنا شيئا من سنن الوضوء، مستحبات الوضوء؟ نعم، بسم الله. طيب، والتي أثناء الوضوء؟ سنن الوضوء، معقول؟ ما شلون سيده؟ لا تقبلون؟ ما يقبلون الشباب؟ الأكل والشرب والركض، ها؟ ما تذكر سنن الوضوء؟ لا، لما قلنا ركن، ها، الاستنشاق، استنثار، مضمضة، غسل الكفين، مسح الأذنين، الدلك. طيب، هذه قلنا من سنن الوضوء. طيب، نواقض الوضوء، من يذكر لنا ناقضا من نواقض الوضوء؟ نعم، الخارج من السبيلين عموما. نعم، بعد النوم العميق المستغرق. نعم، أكل لحم الجزور. نعم، الجماع، ماشي، موجب للغسل هذا. اي نعم، الاحتلام، خروج المني ايضا موجب للغسل. طيب، نعم، الردة. طيب، على خلاف، نعم، لمس المرأة بشهوة او لمس المرأة للرجل على خلاف، ومس الذكر على خلاف كما قلنا، وصحيح أنها لا تنقض لا هذه ولا هذه. طيب، بالنسبة للتيمم، بالنسبة للتيمم، صفة التيمم، من يذكر لنا صفة التيمم؟ صفة التيمم، نعم، على الأرض، الكفان ثم الوجه، الوجه ثم الكفان، ايش رايك؟ ها، ايهما تقدم؟ تيمم، تيمم، خلنا نشوف. اصلا حتى الوجه سويت كذي، ليش هذا؟ نعم، لا، الوجه ثم الكفان، ابدا بالوجه، ابدا بالوجه ثم ابدا بالكفين، لقول الله تبارك، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الأصل أن يبدأ بالوجه ثم يبدأ باليد، هذا بالنسبة للتيمم. طيب، ذكرنا رجلا تيمم ثم حضر الماء قبل أن يصلي، وآخر حضر الماء أثناء الصلاة، وثالث حضر الماء بعد الصلاة، من يذكر لنا حكم كل واحد من هؤلاء الثلاثة؟ نعم، يتوضأ في أثناء الصلاة، يقطع صلاته ويتوضأ أيضا. طيب، وإذا بعد الصلاة ما يعيد الصلاة، لكن يتوضأ للصلاة التي بعدها، أكيد، إيزه، صح، أحسنت. طيب، إذن هذا بالنسبة للتيمم، ولأن الحقيقة الموضوع طويل نوعا ما والفترة قصيرة، لذلك
سنقتصر على هذه الأسئلة ونبدأ بدرس اليوم. قلنا شروط صحة الصلاة منها الطهارة. الشرط الثاني لصحة الصلاة النية. النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية. ومعنى النية أن الإنسان لا بد أن ينوي صلاة. يعني لو نوى صلاة الظهر مثلا، واحد كبر لصلاة الظهر ثم تذكر بعد أن كبر وقرأ الفاتحة وقبل أن يقرأ، المهم بعد أن كبر تذكر أنه لم يصلي الصبح، نسى صلاة الصبح، فقال أوف ما صليت الصبح، خلاص هذه الصبح، فصلاها ركعتين على أنها الصبح، ثم بعد ذلك أقام وصلى الظهر. ما رأيك في صلاته؟ بعد أن كبر الإحرام غير نية أثناء الصلاة، نعم. ما رأيك في صلاته؟ تصح أو لا تصح؟ بس أريد أن تجيب قبل أذان العشاء. لا تصح. النية نوى، هو نوى جعلها الصبح. في الصلاة، نعم. يقول لا بد أن تكون النية يعني من أول الصلاة إلى آخر الصلاة واحدة، ما تتغير أثناء الصلاة، فلا يجوز أن يغير نيته في أثناء الصلاة. استثنى أهل العلم أو بعض أهل العلم أنه إذا انتقل من فريضة إلى نافلة جاز، لأنها من كبير إلى ضعيف أو من القوي إلى الضعيف. طيب، فيقول يجوز ينتقل من فريضة إلى نافلة، لكن لا يجوز من نافلة إلى فريضة ولا من فريضة إلى فريضة أخرى. يعني كبر للظهر ليس له أن يجعلها الصبح، وإنما يقطعها ويكبر من جديد للصبح. كبر نافلة ثم قالها خليها الفريضة، ما يصلح، النافلة لا ترتقي إلى الفريضة. لكن كبر الفريضة ثم جعلها نافلة جاز. يعني واحد كبر لصلاة الظهر الفريضة ثم تذكر ما صلى سنة الظهر فقال أجعلها سنة الظهر ثم أصلي الظهر، أو كبر الفريضة ثم أقيمت الصلاة فقال أجعلها نافلة وأصلي جماعة، هذا جاز. هذا على خلاف بين أهل العلم، ولكن أكثر أهل العلم على أنه يجوز أن تنتقل بالصلاة من فريضة إلى نافلة، ولكن لا يجوز أن تنتقل من نافلة فريضة ولا من فريضة إلى فريضة. أي حالة؟ ما صلى الصبح يقطع، يقطع صلاته ثم يكبر من جديد للصبح، يقطع الصلاة ثم يكبر من جديد لصلاة الصبح. إذن لابد من النية، لابد من النية، وهو أن ينوي صلاة بعينها. والأصل في النية عدم التكلف، لا يجوز أن يتكلف في النية. يعني بعض الناس يتكلف في النية أن استحضر ومدري إيش وكذا، وبعضهم يجهر بالنية، يقول نويت أن أصلي صلاة هكذا، نويت ويصرح بها، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر لي أحدهم يقول صليت بجانب رجل، فهو جاء قبلي، يقول جئنا كلانا متأخر، يقول فجئنا لنصلي، فهو وقف يعني بالصف أنا بعده، فكبرته بعد ما كبر، يقول فبدأ بمقدمة، نويت أن أصلي صلاة العصر حاضرا 4 ركعات لله تعالى كذا، ويقول أنا كبرت. المهم بعدين كبر وصلينا، فلما انتهت الصلاة قلت له هذا الذي جهرت به النية، وهذا هذاك الظاهر عارف يعني كذا، واحد أنكر عليه وعارف شي بيقول، يعني إنه بتقول لي بدعة وكذا، يعني مسألة واضحة. يعني قال لي قلت إنك ستصلي 4 ركعات حاضرا لله تعالى كذا، قال لي قصدك بدعة؟ قال لا قصدي المعلومات كانت ناقصة، ما ذكرت اسمك ولا عنوان بيتكم ولا رقم التلفون، المفروض تفصل تفصيلات أكثر حق الله سبحانه وتعالى عشان يعرف الله ايش تبي تصلي ومنه أنت وكذا. فهذا لا شك أنه من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه قال نويت أن أصلي أبدا، وإنما يأتي ويكبر. الإمام أحمد لما قيل له الرجل
ينوي للصلاة كيف ينوي؟ قال أليس خرج من البيت يريد الصلاة؟ قال نعم. قال هذه نيته، هذه النية، ما في تكلف، الدين يسر، ما يحتاج أن يتكلف الإنسان في النية. وكل الأعمال ليس فيها جهر في النية، لا يصلح الجهر في النية، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول طيب الحج الجهر بالنية؟ أبدا، حتى الحج لا يجهر بالنية، وإنما الحج يجهر بالتلبية، نوع النسك، تقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة وحجة. طيب، لا، هذا ليس الجهر بالنية، هذا تعيين النسك، وإنما النية محلها القلب. تصور لو أن إنسانا جاء إلى الميقات وما قال شيئا، اغتسل ثم انطلق وطاف وسعى، عمرته صحيحة؟ ها؟ عمرته صحيحة، ترك سنة وهي الجهر بالنية بالنسك، ما قال النسك الذي يريد، لكن عمرته صحيحة. إذن ليست هذه النية، لو كانت تلك هي النية تكون العمرة إيش؟ غير صحيحة، تكون العمرة غير صحيحة. فالقصد أن الذي يحدث في الحج أو في العمرة هو تعيين النسك وليس الجهر بالنية، وتبقى النية كسائر العبادات، محلها أين؟ محلها القلب، والجهر بها ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا بالنسبة للأمر النية، إنما الأعمال بالنية. الشرط الثالث لشروط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. والعورة عورتان، عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة، لابد أن نفرق بين الأمرين، لابد أن نفرق بين عورة الصلاة والعورة خارج الصلاة. عورة الرجل في الصلاة من سرته إلى ركبته، يعني لو صلى بإزار فقط يغطي سرته ويغطي ركبته صلاته صحيحة، ولو كان صدره وظهره مكشوفين والساقان مكشوفان فالصلاة صحيحة. لماذا؟ ستر عورة الصلاة، ستر عورة الصلاة. انتبهوا، عندنا الرجل وعندنا الصبي وعندنا المرأة الحرة وعندنا الأمة وعندنا الفتاة الصغيرة، كم واحد عندنا؟ ها؟ كم؟ الرجل، الصبي، المرأة الحرة، الأمة، ها؟ الفتاة الجارية الصغيرة، وندخل معهم الجن ولا ما لنا شغل بالجن؟ اترك الجن، اترك الجن، خلونا في هؤلاء. طيب، أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة، فلو غطى ما بين سرته وركبته صحت الصلاة، عدا الحنابلة. فعند الحنابلة يقول لابد أن يكون على أحد عاتقيه شيء ولو خيط، المهم يغطي أحد العاتقين، يغطي أحد العاتقين. إذا صلى أحدهم وعلى أحد عاتقيه شيء، فقالوا إذن لابد من ستر أحد العاتقين، هذا قول الحنابلة. والجمهور على أنه تصح الصلاة ولو كشف العاتقين، مع اتفاقهم جميعا أن الإنسان كلما كملت ملابسه كلما كان أفضل، لعموم قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا كمال ما في كلام، لكن نحن نتكلم شرط صحة، شرط صحة الصلاة، يعني بفقده لا تصح الصلاة. إذن هذه عورة الرجل. الصبي الذي لم يؤمر بالصلاة، الصبي الذي لم يؤمر بالصلاة غير المكلف غير البالغ، هذا عورته السوءتان، يعني لو صلى هذا الصبي وهو كاشف عن فخذه صلاته صحيحة. وذاك بعض الأطفال الصغار 4 سنوات 5 سنوات أو 6 أو 7 أو كذا، بعضهم يصلي بسروال قصير جدا مثلا، يظهر نصف فخذه مثلا، صلاته صحيحة،
صلاته صحيحة، لأن هذه ليست عورة بالنسبة له، وإنما هي عورة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجل البالغ. أما هذا الصبي غير البالغ فهذا لو كشف عن يعني فخذه فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الأكمل أن يغطي، هذا كلام آخر، لكن نقول من حيث صحة الصلاة تصح الصلاة. المرأة الحرة، المرأة الحرة الأصل أنها كلها عورة، واختلف أهل العلم في مسألتين، في الكفين وفي القدمين. أما الكفان فالخلاف فيها أقل، لأن أكثر أهل العلم على صحة الصلاة سواء غطت الكفين أو أظهرت الكفين، مع اتفاقهم على كشف الوجه في الصلاة، طبعا بدون وجود رجال أجانب. لو صلت وحدها أو عند محارمها أو بين نسائها فإنها وجوبا تكشف وجهها. لكن بالنسبة للكفين، ظهور الكفين أو تغطية الكفين الأمر فيه سعة، يعني لو غطت كفيها أدخلتهما داخل ثيابها أو لبست قفازين صلاتها صحيحة كالرجل تماما، ولو كشفت كفيها وهي تصلي صلاتها أيضا صحيحة. الخلاف الأقوى في القدمين، فأكثر أهل العلم على وجوب ستر القدمين لعموم قول النبي لأم سلمة: إذا سترت قدميها سترت عورتها. لما سألت عن لباس المرأة قال: إذا كان درعا سابغا يغطي قدميها، مع أن هذا الحديث فيه إيش؟ كلام في ثبوته. فقالوا بوجوب تغطية القدمين، وقال أبو حنيفة بعدم وجوب تغطيتهما. والذين قالوا بوجوب تغطية القدمين قالوا: إذا كان يظهر القدمان أثناء السجود فلا بأس، ما يضر المرأة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. الأصل ستر القدمين، فإذا انكشف يعني لا يلزمها أن تلبس جوربا وإنما تغطي القدمين، فإذا صار في وضع السجود ظهر القدمان فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لمن؟ المرأة الحرة. الرابع، نوع الرابع الأمة، وهي المرأة المملوكة. الأمة عورتها عورة الرجل في الصلاة، أي من السرة إلى الركبة. يعني لو صلت الأمة كاشفة شعرها أو كاشفة لصدرها أو كتفها أو ساقها أو ساعدها صلاتها صحيحة. طبعا لا تؤمر بهذا، لكن لو كانت في غرفة لوحدها مثلا وصلت هكذا شعرها طالع زين وصدرها طالع لابس وزار وصلت صلاتها صحيحة الأمة، وهذا من التخفيف والتيسير. هذا من وذاك يقول أهل العلم، قاعد عند أهل العلم يقولون: زيادة التشريف زيادة التكليف، كلما زاد التشريف زاد التكليف. وذاك الرجل أشرف من المرأة إذاك تكليفه أكثر من المرأة. الأنبياء أشرف من الناس فصار تكليفهم أكثر، الرسل أفضل من الأنبياء فصار تكليفهم أكثر، وهكذا كلما زاد التشريف زاد التكليف. وذاك يلغز أهل العلم يقول: امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، يقول هي أمة صلت كاشفة لشعرها فقال لها سيدها أو سيدتها أنت حرة، يعني اعتقدتها في الصلاة فصارت حرة، إذا الحرة لازم إيش؟ تستر، يقول تبطل صلاتها بكلمة من غيرها. يقول أهل العلم لغزا في حساب لا تقال لكم اللغز. طيب، فالقصد إذن عورة الأمة في الصلاة هي عورة الرجل من السرة إلى الركبة. دليل تقصد؟ أي الدليل، قالوا إن الأمة ليست مكلفة بالتستر كما هو الأمر بالنسبة للحرة، بل كان عمر ينهى الإماء عن تقليد الحرائر، عن تغطية وجوههن أو غير ذلك من الأمور، قال تتشبهن بالحرائر. فالقصد أن الأمة يخفف عنها في عورتها، يخفف عنها في عورتها. وهذا لا يعني، أنا أعيد وأكرر مرة ثانية، نحن نتكلم عن عورتها إيش؟
في الصلاة ليس تخرج في الشارع هكذا، قال فيما لو صلت بهذه الطريقة، وهذا شيء وهذا شيء آخر. حتى لا 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 لا, لا. إيه في البيت، لكن حتى لو أمام الرجال صلاتها صحيحة، لكن حرام كشف هذا العورة، لكن الصلاة من حيث الصلاة صحيحة، كان على الصلاة صحيحة. طيب الخامس من قلنا الجارية، الجارية وهي الفتاة التي يعني دون العاشرة، هذه كذلك عورتها عورة الرجل، أيضا من السرة إلى الركبة. إذن كم واحد عورتهم من السرة إلى الركبة؟ ثلاثة، الجارية والأمة والرجل. طيب والصبي قلنا عورته السوأتان، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين وقيل القدمان بالنسبة للعورة. نعم العبد كالرجل من السرة إلى الركبة كالأمة تماما. طيب هذا بالنسبة لستر العورة. طيب ستر العورة، ستر العورة، ما رأيكم أن تكتبوا أسئلتكم؟ أحسن أساس لا ينقطع الحديث، اكتبوا أسئلتكم. بالنسبة لستر العورة، ليس المقصود بستر العورة فقط إيش؟ إسدال الثياب. قد يكون الإنسان كما قال النبي كاسيات عارية، قد يكون يلبس ثوبه ولكنه شفاف، فهذا وجوده يقول أهل العلم إيش؟ كعدمه. أو تلبس المرأة ثوبا ضيقا يصف عورته، وجوده كعدمه. ومن ذلك لبس البنطال في الصلاة، قال إذا كان ضيقا بحيث أن العورة تكون ظاهرة تبطل الصلاة، وأما إذا كان واسعا هل بنطال في الصلاة صحيح مع الكراهة، أيضا مع الكراهة. فالقصد إذن أن ستر العورة يكون بشيئين، ستر العورة بتغطيتها، وستر العورة بما لا يشف أو يحدد هذه العورة، هذا هو الشرط الثاني. وكان الناس في السابق يكشفون عوراتهم كما في قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان الناس يطوفون في الكعبة عرات، عائشة رضي الله عنها تقول كان الناس يطوفون في الكعبة عرات الرجال والنساء، وكانت المرأة تقول في طوافها اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يرون أن هذا من الدين. فأنزل الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالقصد إذن أن ستر العورة هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. الشرط الرابع استقبال القبلة، استقبال القبلة، والقبلة كانت في البداية إلى بيت المقدس، كان النبي في ابتداء الأمر يستقبل بيت المقدس. قالوا طبعا كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك الفترة المكية والفترة المدنية، في الفترة المكية كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ويجعل بيت المقدس خلف الكعبة فيستقبل الكعبة وبيت المقدس معا، ما كان يصلي الكعبة على كل الجهات، طيب وإنما كان يصلي من جهة الشرق حتى يستقبل بيت المقدس دائما صلى الله عليه وسلم. لكن لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، المدينة بين بيت المقدس وبين مكة، فإذا قلنا هذه المدينة فهذه مكة وهذا بيت المقدس، لما كان في مكة ما كان في عنده مشكلة يصلي هنا، فهو مستقبل للكعبة ومستقبل بيت المقدس ما عنده أي مشكلة، لكن لما وصل في المدينة إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، ويستقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. فكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس اتباعا لأهل الكتاب اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يشرع له يتابع أهل الكتاب في أول الأمر، فكان يستقبل بيت المقدس حتى نزل قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك
شطر المسجد الحرام فاستقبل الكعبة واستدبر بيت المقدس بعد ذلك. فبعض أهل العلم يرى أن استقبال النصارى لبيت المقدس واليهود واستقبال النبي لبيت المقدس كذلك من باب أن هذا هو الذي أمر به وهو استقبال بيت المقدس. وبعض أهل العلم يرى أن هذا من تحريفهم للكتاب، وأن الأصل هو استقبال الكعبة من لدن إبراهيم إلى لدن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بني إسرائيل اللي هم أهل الكتاب حرفوا واستقبلوا بيت المقدس واستدبروا الكعبة، فكان النبي يتابعهم حتى أمره الله باستقبال الكعبة. أيا كان الأمر، المهم أن النبي استقبل بيت المقدس لمدة تقريبا سنة وسبعة أو ستة أشهر في المدينة، ثم بعد ذلك استقبل القبلة التي هي الكعبة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا مع استقبال القبلة، لا تصح الصلاة حتى تستقبل القبلة. وليس المقصود عين الكعبة إلا لمن يراها، من يرى الكعبة لابد أن يستقبل عين الكعبة، من لا يرى الكعبة يستقبل البيت، من لا يرى البيت يستقبل مكة، من لا يرى مكة يستقبل الجزيرة، وهكذا. يعني استقبال العين لمن يراها، أما من لا يراها فكلما بعد الإنسان كلما يعني لا يرى الكعبة، كلما بعد لم يرها، فلذلك يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. إذا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال صلوات ربي وسلامه. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة من أولها إلى آخرها، يعني لابد أن يستقبل القبلة من أن يبدأ إلى أن ينتهي. طيب إذا انحرف عن القبلة، نقول الانحراف هنا إما أن يكون الانحراف بالرقبة وإما أن يكون الانحراف بالجسد. إذا انحرف برقبته، لو قدر أن هذه هي القبلة الآن وأنا أصلي سويت هكذا، هذا انحراف ولا لا؟ انحراف، التفت هكذا، الصلاة صحيحة لأن الجسد ما زال إلى القبلة، لكن لو سويت هكذا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن انحرفت بجسدي عن القبلة. فإذا انحرف الجسد عن القبلة بطلت الصلاة، ولا بد أن يكون الجسد إلى القبلة من التكبير إلى التسليم، من التكبير إلى التسليم. والقبلة يعني يجب على الإنسان أن يعرفها ويجتهد في معرفتها إذا كان من أهل الاجتهاد، ونقصد بأهل الاجتهاد أهل الاجتهاد في معرفة الجهات وليس أهل الاجتهاد في الدين، وإنها في معرفة الجهات. ولا يجوز الإنسان يخمن، يعني بعض الناس مثلا يزور أخا له في بيته فيستحي أن يسأله أو يستعجل أو كذا، يقول كأن القبلة في هذه الجهة ويصلي، لا يجوز له ذلك، يجب عليه أن يسأل، أن يسأل. أما يخمن يقول كأن القبلة من هنا أو القبلة من هنا، هذا لا يجوز أبدا، لأن لابد أن يستقبل القبلة يقينا، أن يستيقن أن هذه جهة القبلة ثم يصلي. أما إذا عجز عن معرفة القبلة فهنا يجتهد ولا شيء عليه، يجتهد ولا شيء عليه. فلو اجتهد جماعة في معرفة القبلة فقال قوم القبلة من هنا وقال آخر القبلة من هنا أو من هنا أو اختلفوا، فلا يجوز لأحد أن يقلد أحدا، لا يجوز، طالما أنت تعتقد أن القبلة من هذه الجهة صلي هذه الجهة. لكن إذا كان واحد يقول، واحد يعرف بالجهات وكذا والثاني ما يفهم دبشة، زين ما يفهم بهذا، لكن يقول لا أنا أظن أن القبلة هكذا، ما له، ليس له أن يظن، بل يتابع من هو أعلم منه في هذا الأمر فيتابعه على هذا، ليس له أن يجتهد لأنه ليس من أهل الاجتهاد في هذه المسألة، بل عليه أن يعرف جهة القبلة يقينا أو أن يقلد أو يتابع من هو أوثق منه في هذا المجال. هذا بالنسبة لاستقبال القبلة. طبعا يسقط استقبال القبلة بالنسبة للمريض مثلا الذي لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، أو الإنسان مقيد أسير مثلا مقيد إلى جهة معينة بغير القبلة يصلي حيث كان. يسقط استقبال القبلة عن المسافر إذا كان جادا به السير، يعني وهو منطلق أثناء السفر، لا يشترط له استقبال القبلة في صلاة النافلة، أما في الفريضة فيشترط
أن يستقبل القبلة لأن الفريضة لا تؤخره عن سفره. أفضل الإنسان في سفر متجه إلى جهة الشرق والقبلة في جهة الغرب، فنقول له قف صلي الظهر والعصر واستقبل القبلة، ثم قف صلي المغرب والعشاء واستقبل القبلة، هذا لا يؤخرك عن سفرك. لكن أريد أن أقوم الليل في سفري، نقول له قف واستقبل القبلة يضيع عليه الوقت. فجاءت تيسير بالنسبة للمسافر أنه لا يفترض له أن يستقبل القبلة بالنسبة لصلاة النافلة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجه راحلته، ولا يفترض أن يبدأ بتكبير الإحرام استقبال قبلة ثم بعد ذلك ينحرف، لأن استقبال قبلة شرط من أول الصلاة إلى آخرها، فليس له معنى أن يبدأ باستقبال قبلة ثم ينحرف، هذا ليس بشرط أبدا. وإنه يصل. طيب لو واحد صلى النافلة في البلد، هل له أن يصلي إلى خلاف القبلة؟ ما يجوز إلا أن يستقبل القبلة، إلا أن يستقبل القبلة. هذا خاص بمن؟ بالمسافر فقط. المسافر فقط هو الذي لا يستقبل القبلة. طيب هنا مسألة، الذين يسافرون في الطائرة الآن، يسافرون في الطائرة، بعضهم يقول لا أستقبل القبلة، هذا غير صحيح أبدا. يجب عليه أن يستقبل القبلة بالكرسي، الطيارة متجهة شرق والقبلة غرب، والكرسي ساحي، شلون أصلي؟ نقول صل على الكرسي أصلا، كما سيأتينا أن القيام ركن من أركان الصلاة، ليس صل على الكرسي أصلا، وإنما يقوم ويستقبل القبلة ويصلي. ليس له أن يستقبل القبلة بحجة أنه مسافر، هذه فريضة. فالفريضة أيضا يفترض في استقبال القبلة طالما أنه قادم. متى يسقط؟ عند العجز. وكل الأركان وكل الشروط تسقط عند العجز. أما عند قدرتي فلا يجوز إلا أن يأتي بركن أو يأتي بالشرط. إذا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. الشرط الخامس اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة على ثلاثة أحوال، يعلم طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الملابس، المكان والبدن والثياب لا بد أن تكون كلها طاهرة، كما قال الله تبارك وتعالى ثيابك فطهر، لا بد أن تطهر ثيابك ويطهر المكان الذي يصلي فيه، وأن يطهر البدن. فلا يصلي الإنسان على جسده نجاسة، لا بد أن يزيلها، فإذا بقي لها أثر يغسله، ما يجوز، ما تصح الصلاة. وكذلك الأرض التي يصلي فيها لا يصلي في مكان نجس، ينتقل إلى مكان طاهر. كذلك إذا كان الثوب نجسا لا يصلي في الثوب بدون أن ينزعه ويغسله أو ينزعه ويلبسه، غير مهم أنه لا يصلي في الثوب النجس. إذا كم الآن طهارة؟ طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. طيب لو كان الإنسان لا يدري بهذه النجاسة، صلى وفي أثناء الصلاة تذكر أن غترته فيها نجاسة، ماذا يفعل؟ ينزعها ويكمل صلاته، يكمل صلاته. الطاقية ينزعها، الثوب ينزع الثوب، ها؟ طيب الثوب إذا كان نزعه لا يظهر العورة، يعني يظل مستور العورة، يعني لا يخل بشرخ آخر وستر العورة، إذا كان الثوب لا يضر بالعورة فإنه ينزعه ويستمر في صلاة، أيضا بشرط ما تحرك حركة كثيرة. طيب إذا كان حركة كثيرة فيقطع الصلاة، المؤمن لا يصلي في النجاسة، لا يصلي. طيب إذا كان لابس داخلي في النجاسة هذا يقطع ما في مجال، لابد أن يقطع صلاته ويزيل النجاسة ويغسلها أو يغير ثوبه، يغسل ما يصلي في النجاسة ثم يصلي من جديد. طيب إذا كان النجاسة في جيبه، مثل سمسم تحليل بول مثلا، وضعه في جيبه ونسي وكبر أثناء الصلاة تذكر التحليل، ماذا يفعل به؟ يشيله ويصلي. لكن لو تعمد من البداية والتحليل قال أنت مخطئ، الله أكبر، ما تصح صلاته. لماذا؟ صلى عامدا،
صلى عامدا وفيه وعنده النجاسة. واضح ولا لا؟ صلى عامدا النجاسة. لكن إذا كان جاهلا فإن صلاته صحيحة. إذا كان عامدا وجاهل وجاهل فصلاته صحيح. طمنه على الوضوء. طمنه على شرط خارج وليس شرط داخل الوضوء. طيب. إذا صلى الإنسان في النجاسة نقول إذا تذكر النجاسة قبل الدخول في الصلاة فلا يدخل حتى يزيلها سواء كانت في البدن أو الثوب أو المكان. إذا تذكر أثناء الصلاة فإنه إن كان يستطيع أن يزيلها أو يتحرك عن مكان النجاسة ويستمر في صلاته فعل. إذا كان لا يستطيع قطع الصلاة ثم إذا تذكر أن بعد قضى صلاته صلاته صحيحة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وخلفه أصحابه وفي أثناء الصلاة نزع نعله صلى الله عليه وسلم ونزع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما لك خلعت نعالكم؟ قال وإنك خلعت فخلعنا تابعناك. وقال أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن بهما قدر فنزعتهما. وشاهد أمره أنه لم يعد الصلاة من الأول وإنما زال النجاسة مرة في صلاة. فدل على أن الإنسان إذا لم يعلم بهذه النجاسة سواء في أثناء الصلاة أو في آخر الصلاة فلا شيء عليه. فإذا علم بها إذا كان أثناء الصلاة فإنه يزيلها ويصلي. إذا عجز قطع الصلاة وزال النجاسة ثم صلى بدونها. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة لإزالة النجاسة قلنا في البدني أو المكاني أو الثوب. الشرط السادس دخول الوقت. وصلنا الشرط السادس. الشرط الأول ما هو؟ مو شرط الترتيب. من يذكر شرط الصلاة؟ شرطاً واحداً. ارفع يدك. نعم. النية. الطهارة. استقبال القبلة. ستر العورة. اجتناب النجاسة. الشرط السادس بعد. دخول الوقت سم الإسلام هذا شروط الأعمال كلها لكن تفعل الصلاة في ذاتها. طيب طبعا الإسلام والعقل والتمييز هذا شروط عامة هذه. طيب الشرط السادس ألا وهو دخول الوقت. دخول الوقت كيف دخول الوقت؟ يصير تصلي العشاء الآن؟ لماذا؟ لم يدخل وقتها بعد. لم يدخل وقتها. إذا لا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها. لابد أن يدخل وقت الصلاة حتى يصلي الإنسان. فإذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت لم تصح هذه الصلاة حتى لو كان جاهلا. يعني واحد صلى قبل أذان العشاء خمس دقائق ما يدري حسب أذن. ثم بعد ذلك عقب ما خلص الصلاة وكذا قالوا ترى ما أذن العشاء إلا ما كبرت تكبيرة بيت الحرام يعيد الصلاة كلها. أكيد صحيح. إذن يعيد الصلاة ما تصح طالما أنه كبر للإحرام. قال الله أكبر قبل دخول الوقت لا تصح هذه الصلاة حتى يدخل وقتها. لابد من دخول الوقت حتى تصح هذه الصلاة إلا في حالة وهو الجمع. سواء قلنا الجمع طبعا جمع تقديم بالنسبة لي المسافر أو الذي المطر أو غير ذلك لأن هذا أصلا مباح له وهذا أصلا في حقه دخل الوقت. الذي يجمع بين صلاتين يعتبر الوقت بالنسبة له إيش؟ دخل المسافر من تغرب الشمس دخل في حقه وقت العشاء والمغرب. والمريض كذلك الذي يجوز له الجمع كذلك أذن المغرب دخل المغرب والعشاء أذن الظهر دخل الظهر والعصر. كل من جاز له الجمع يعني يجوز له أن يبدأ الصلاة من أول دخول وقتها. واضح إن شاء الله تعالى. نعم لأن الصلاتين يكون وقتهما إيش؟ واحدا. طيب إذا لا بد من دخول الوقت. أما وقت الصلاة فنبدأ بالظهر. الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس. يعني لا يجوز أن يصلي الظهر قبل زوال الشمس. زوال الشمس هو أن الشمس لما تخرج من المشرق الشمس الآن عندما تطلع تبدأ تتحرك الشمس هذه حتى تصل إلى المغرب ولا لا كلهم في فلك يسبحون فتتحرك الشمس
من المشرق إلى المغرب. هذه الحركة تبدأ من المشرق ثم تصعد 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 إلى أن تنتصف في كبد السماء ثم تميل إلى الغروب. وقت الظهر يبدأ إذا وصل الشمس إلى منتصف السماء ثم انحرفت إلى جهة الغروب. بداية الانحراف يقال له الزوال. بداية انحراف كبد السماء يقال له الزوال، أي زال عن كبد السماء، تحرك عن كبد السماء، فهذا يقال له الزوال. الزوال. فإذا كان الشمس في كبد السماء الصلاة محرمة. إذا تحركت عن كبد السماء يقال إيش؟ زالت. يقال إيش؟ زالت. هنا يدخل وقت الظهر. يدخل وقت الظهري. ويستمر وقت الظهري إلى أن يدخل وقت العصر. فإذا ليس هناك فراغ بين الظهر والعصر. نهاية الظهر هي بداية العصر. ما هي نهاية الظهر؟ إذا صار ظل شيء مثله. لا كل شيء له ظل. الآن هذا القلم حتى الآن في ظل. شوفون في ظل الآن. هذا أنا أرى ظله الآن. طيب أنا لي ظل. أنت لك ظل. هذا له ظل. كل شيء له ظل. طيب كل شيء ملموس. طيب له جرم له ظل. طيب هذا القلم الآن. لو وضعناه هكذا الشمس بدأت تطلع من المشرق. ظل القلم أين يكون؟ يتمغرب لا حتى تنتصف السماء في كبد السماء. فإذا انتصف السماء في كبد السماء يكون القلم ليس له ظل. الشمس تكون عمودية. طبعاً هذا خارج الجزيرة. في المغرب الاستوائية. لكن قصف الجزيرة يكون فيه ظل. لا لازم. يسمونه ظل الزوال. لكن على كل حال إذا كان الشمس في كبد السماء القلم لا يكون له ظل. تبدأ الشمس تحركت. الغروب يبدأ الظل من أين؟ جهة المشرق. ولا لا؟ لا. طيب. كم طول هذا القلم الآن؟ 20 سنتي. طيب. هذا القلم الآن. الظل يبدأ كلما زاد انحرفت الشمس كلما الظل إيش يبدأ؟ يزيد. صح ولا لا؟ يقول اصبر لحظة. كم طول القلم؟ هنا إذن هنا طول القلم يقف واضح ولا لا؟ يقول إذن هنا إذا وصل ظل القلم هنا ظل طوله القلم طوله 20 والظل طوله 20 إذا وصل 20 يقول إيش؟ انتهى الظهر. انتهى الظهر لأنه راح يزيد إيش؟ يزيد كلما زاد الظل ولا لا؟ لأنه سيصير طنطل طويل فالمهم يزيد الظل. أنت من يصل الظل؟ طول الشخص أو طول الآدم طول كنت أو طول القلم كل شيء ظله طوله. طيب إذا صار ظل شيء طوله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. إذن إذا صار ظل شيء طوله انتهى الظهر ودخل العصر. ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس. يستمر وقت العصر إلى غروب الشمس. لكن أهل العلم يقسمون وقت العصر إلى ثلاثة أقسام. وقت استحباب وقت كراهة وقت تحريم. وقت استحباب وقت كراهة وقت تحريم. وقت الاستحباب من مصير الشيء الأولى اللي هو بداية العصر إلى أن تصفر الشمس. يستحب لك أن تصلي في هذا الوقت وكلما قدمت كل مكان أفضل. طيب فإذا صفرت الشمس صار هذا وقت كراهة. يكره لك أن تؤخر الصلاة بدون عذر إلى هذا الوقت. فإذا احمرت الشمس وكادت تصف هذا وقت تحريم. وهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم منافق قال يؤخرها حتى إذا صارت الشمس بين قرنين شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا لكن النهاية الذي صلىها قبل اصفرار الشمس صلىها في وقتها. والذي صلىها بعد اصفرار الشمس صلىها في وقتها أداء. والذي صلىها بعد احمرار الشمس صلىها في وقتها أداء. طيب لا يقال عن واحد منهم قضاء. من الذي قال له قضاء؟ الذي يصليها بعد غروب الشمس. هذه صلاة قضاء. لكن نفس الأداء أيضا يتفاوت في أداء مستحب في أداء مكروه في أداء محرم.
يعني يكون أداء لا مع التحريم على الإثم إذا كان متعمدا لتأخير الصلاة. هذا بالنسبة لصلاة العصر. قلنا متى يتوقف العصر؟ بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس انتهى العصر ودخل المغرب. ويستمر وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. الشفق هو بقية النور. عندما تغيب الشمس جاءت المغرب يبقى نور أحمر بقايا نور الشمس. طيب حتى يغيب هذا النور وتصير ظلمة. وذاك تسمى العشرة إيش؟ العتمة يعني ظلمة. فإذا غاب هذا النور اللي هو الشفق خرج المغرب ودخل العشاء. خرج المغرب ودخل وقت العشاء. وقت العشاء كوقت العصر. وقت استحباب وقت كراهة وقت تحريم. لكن في النهاية كله هو وقت للعشاء حتى يطلع الفجر. والمقصود بالفجر الفجر الصادق. الفجر الصادق. وبعض أهل العلم يرى أن وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل وبعض متى ينتهي مع ثلث الليل. الأول صحيح العلم عند الله أن وقت العشاء مستمر إلى طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر صادق لأن الفجر فجران. فجر صادق فجر كاذب. الفرق بينهما أمران. الأمر الأول أن الفجر الكاذب يكون كالسرحان اللي هو الذيب كذنب الذئب يكون هكذا هذا الفجر الكاذب بهذه الطريقة. طيب أما الفجر الصادق يكون معترضا في العرض. هذا بطول هذا بالعرض. فالفجر الكاذب الذي يأتي بالنير إنارة كوي هذا الفجر كاذب لأنه يأتي بعده ليل. وإذا قال له هو فيه شكل من الفجر لأنه إيش فيه إنارة لكنه تأتي بعده ظلمة شذا فعل عليه فيسموه الفجر الكاذب لأنه ما يكذب لكن سموه الفجر الكاذب ليس فجر حقيقي لأنه ليس فجر حقيقي سموه الفجر الكاذب. واضح؟ نعم. فالفرق بينهما أن الفجر الصادق يكون معترضا في السماء بينما الفجر الكاذب مثل الذنب السرحان. الفجر الصادق كلما تقدم كل زاد المزيد حتى تطلع الشمس بينما الفجر الكاذب يأتي نور ثم تأتي بعده الظلم. إذا قال له فجر كاذب إذن هذا الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. والوقت بينهما ليس طويلا لذلك غالب ما يقال الأذان الأول يعتبر الفجر إيش الكاذب يعني قبل الفجر الصادق بنص ساعة تقريبا يكون الفجر الكاذب ثم يأتي بعد الفجر الصادق. إذن هذا بالنسبة للوقت الصادق. وقت الفجر يستمر من ظهور الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فنستخلص من هذا أن كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا بدخول الصلاة التي بعدها ما عدا الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس وليس إلى صلاة الظهر. إذا الظهر إلى العصر، العصر إلى المغرب، المغرب إلى العشاء، العشاء إلى الفجر، الفجر إلى طلوع الشمس وليس إلى الظهر. إذا كل صلاة يتوابها بدخول الصلاة التي بعدها ما عدا الفجر فإنه يتوابها بطلوع شمسها. هذا بالنسبة لدخول الوقت وهو الشرط السادس من شروط صحة الصلاة والذي يعيد شروط الصحة كاملة الآن أعطيه هذا الشيء ملكا له مع أنه بارد. ها من يقولها الستة كاملة الخطأ تدفع 100 درهم. ها ما تدفع ما تدفع لا لا ما تدفع ما تدفع تفضل. الطهارة النية ستر العورة اجتياب نجاسة ايش لا حدث طهارة حدث طهارة الأولى أين نجاسة إيه وبعد لا أيوة بعد وبعد خلصنا قضينا تردها مرة ما يصير المكان. طيب الخامس شرط الخامس وخلنا ندري عشان تدفع دخول الوقت السادس
قبح 300 درهم الآن تفضل. طيب إذن هذه شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة طبعا قلنا إن كنتم تذكرون أن الإسلام والتمييز والعقل هذه شروط عامة في كل الأعمال لكن هذه شروط خاصة بالصلاة وهي شروط الستة التي ذكرناها. بعد ذلك ننتقل إلى صفة الصلاة. صفة الصلاة طبعاً صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها رسائل خاصة ومن أجملها وأفضلها رسالة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الكتاب اللي هو وصلوا كما رأيتموني أصلي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الصلاة لن نطيل فيها حقيقة كثيراً ولكن نركز على بعض النقاط فيها وهي الأركان وبعد الشروط أركان والسنن والواجبات. الصلاة تنقسم أركانها إلى أركان قولية وأركان فعلية. أركان قولية وأركان فعلية. الأركان القولية ما هي؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد، التسليم، أربعة. هذه تسمى الأركان إيش؟ القولية. الأركان القولية. تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، والتسليم. كما ترى ركن الحيطاني بالصلاة إيش؟ تحليلها التكبير، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. وبينهما قراءة الفاتحة والتشهد الأخير. هذه أركان الصلاة القولية. أركان الفعلية القيام مع القدرة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، ثم السجدة الثانية طبعاً، طيب، والجلوس للتشهد الأخير. هذه تسمى الأركان الفعلية. أركان فعلية معها الخشوع. معها الخشوع. في هذه كلها سمي بعض الاطمئنان. طيب، بالنسبة لأركان الصلاة. نبدأها ركن الأول تكبير الإحرام. بتكبيرة الإحرام هي أن يقول الله أكبر ولا يصح أن يقول غيرها. يعني لو قال الرحمن أكبر ما يصح، أو العظيم أكبر لا يصح، أو الله الأكبر لا يصح، إلا أن يقول الله أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير ولا ينصر التكبير إلا على المحمود وهو قول الله أكبر. ثم ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول إلا هذه الكلمة الله أكبر. فالتكبير هذا الركن من أركان الصلاة ويشترط أن يكبر مع النية طبعاً هو الشرط اللي قلناه شرط صحة الصلاة. طيب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم إن كان قادرا على القيام، خاصة الذي يشوفون الآن يأتي امرأة يكبره من حنه ما تصح الصلاة، لابد أن يكبر وهو مستقيم الظهر. الله أكبر ثم يركع. أدركت الحمد لله، ما أدركت أقضي، لكن لابد أن يكبر وهو إيش؟ قائم. لابد. إذا تكبيرت الإحرام يكون الأول من كان الصلاة ولا يجب أن يقول الله أكبر، لأن هذا استفهام، يسأل الله أكبر يقول ليش نعم ها ما يجوز ولابد أن يقطع الله أكبر هكذا أكبر لا يقول الله أكبر هذا غلط أكبر ولا يقول أكبر لأن حتى أكبر يقول في بعض اللغات هي الطبل والعياذ بالله فلا بد أن يقطع أكبر بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر مرة شايب يقول مرة سمعت مؤذن يقول الله أكبر يا مشرك يعني يقول الله ومعه واحد أكبر أكبر واحد الواو عطف الله أكبر يعني نعبد الله نعبد أكبر قال الله أكبر يقول ما يجوز لا نقول الله
أكبر حق الهمزة حق همزة أكبر لا يتكلف لك ما يجوز الإنسان يتساهل هذا الأمر وأنا أسمع كثير من الله أكبر ما يجوز الله أكبر الله أكبر هكذا لا بد أن ينطقها نطقا صحيحا فيكون دخل الصلاة كما قال النبي تحريمها التكبير ثم بعد ذلك طبعا دعاء الاستفتاح ويستعين ثم يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة في ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب أن يفتح تحت الكتاب واختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة بالنسبة للصلاة الجهرية هل الإمام عن المأموم أو صلاة الجماعة مطلقا هل يغني الإمام عن المأموم أو لا يغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم له قراءة فذهب أهل العلم إلى أن الإمام إذا جهر في قراءة في المغرب أو العشاء أو الفجر تغني المأموم قراءته فلا يقرأ المأموم وتكفيه قراءته وهذا قول وجيه كثير من أهل العلم وقول مالك والشافعي وعفو المالك وأحمد وتيمية وغيرهم وهناك قول آخر وهو أنه لا أبدا ما تغني قراءة الإمام لابد أن يقرأ المأموم وهو قول الشافعي أنه يرى أن قراءة الإمام تغني عن المأموم وهذا أحوط وهو الأقرب بالصواب عند الله تبارك وتعالى وأنه يجب أن يقرأ الإمام ويجب أن يقرأ المأموم فيقرأ الفاتحة لكن يجب هذا إن شاء الله راجح الذي تبين إليه نفسه لكن القول الثاني قوي جدا وقول مالك وأحمد ابن تيمية وغيرهم أنه تكفي قراءة الإمام على كل حال هذا الخلاف ليس هذا المجال إيش التوسع في ذلك الخلاف لكن ذكرت لكم أهمه فبعد أن يقرأ الفاتحة السورة التي بعد الفاتحة مستحبة إن شاء قرأها وإن شاء ركع ليه الفاتحة الفاتحة السورة بعد الفاتحة سنة مستحبة إن قرأها فبها ونعمة وله أجر وإن اكتفى بفاتحة وركع يكفيه وتصح صلاته بقراءتها وله أن يجب بالسرية ويسر بالجهرية لا بأس يعني لو قرأ المغرب سراً صح ولو قرأ الظهر جهراً صحت ولكن الأفضل أن يسر بالسرية ويجهر في الجهرية لكن لو فعل هذا لو صلى فينا العشاء الآن وأسر بنا صلاة صحيحة لكن بشرط أن نقرأ الفاتحة طيب فالمهم أن سم شلون العكس كذلك ما في بس صلاة صحيحة السنة خلاف السنة ينبه لكن ما يضرب سبحان الله خير سبحان الله اخلص سبحان الله اقرأ ما يصلح أنا سبحان الله انتبه صل صحيحة إن شاء الله واذكرون أحد علماء الكويت في رحمة الشيخ أحمد بن الجراح تعمد يوما فصل المغرب سرا فصار الناس سبحان الله ما يرد عليهم حتى أتم الصلاة فلما قال يا شيخ كل سبحان الله أسمعكم قال ليش تعرف أنه مو واجب الجهر ليس واجب لكن هو مع أنه سواها دروس كثيرا وقال الناس ما تدري من ذلك العملي وبس صار شو فيها فشرشت هذه السنة صلاة واحدة قصد الإمام أن ينشر السنة من خلال هذا الفعل فلا بأس بالعكس قد يكون فعله يعني طيبا المهم إذن الجهر والإصرار مستحب في وقته طيب ثم يركع والركوع ينقسم إلى قسمين هناك ركوع مجزئ وهناك ركوع كامل ركوع مجزئ وركوع كامل الركوع الكامل هو أن يثني ظهره بحيث أن يعتدل هذا الظهر تماما حتى قام سكب عليه ما ثبت يضع يديه على ركبتيه ويقبض قبضا على ركبتيه يفرر عن جنبيه رأسه يكون مستوى ظهره وينظر إلى محل سجوده هذا الركوع الكامل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فما فوق هذا الركوع الكامل
أما الركوع المجزئ الذي تصح به الصلاة طيب فهو أن يثني ظهره فقط دون أن يضع يديه على ركبته دون أن يضع يديه على ركبته. هذا ركوع قال له مجزئ قال له ركوع مجزئ تفعله قم قم إذا عندك مانع طيب تعال اقترب الله يجزاك الآن اركع طيب هذا الركوع ظهر إن شاء الله مستوي طيب اليدان الآن فرجنا عن الفخذ وعن الجنب القبض على ركبتين النظر من محل سجود هذا كامل الركوع المجزئ شيل يدك خلها في الهواء هذا مجزئ الآن صلى هكذا هذه الطريقة دون أن يضع يديه على ركبتيه الركوع صحيح منحني ولا مو منحني منحني يقول حيث انه لو اراد امسك مسك ركبك يقدر ما يقدر ارفع شوي بعد زين زين الان لازم تحوش ركبه تحوش ركبك ولا لا قول صج طيب يقول هكوع غير مجزئ انه لا يستطيع ان يمس الركبة لازم شوي تحوش اي الان ركوع هذا مجزئ يقول العلم الذي ينحني يستطيع ان يمس ركبته ولو لم يمسهما ولو لم يمسهما لكن ممكن يستطيع ولو ترك يديه هكذا الركوع صحيح وبعض اهل العلم يقول مجرد هنا يسير بحيث يراه يقول هذا راكع يعني عين نظر الناس يرى انه راكع هذا ركوع ايش استنى يقول هذا ركوع مجزئ ترى كان تجي على الطاوله عشان سجود شوفون طيب فيقول هذا ركوع مجزئ اذا ركوع مجزئ قلنا اما ان يكون الهناء بحيث لو اراد ان يمس ركبته لمسه او الانحناء بحيث الذي يراه يقول هذا ايش هذا راكع هذه قال لكن الاول هو ركوع السنه هو الركوع المطلوب من كل مسلم واضح ان شاء الله للظهر لا بد ان يعتدل الظهر يعود كما كان قبل ان يركع لا بد ان يعود الظهر كما كان قبل ان يركع طيب هنا في ركن يتخلل الركوع ويتخلل القيام وهو الاطمئنان اطمئنان يطمئن بمقدار حركة بمقدار تكبيرة بمقدار تسبيحة أن يستقر قليلا وهو راكع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاة إيش ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن قال أهل العلم الاطمئنان بمقدار تسبيحة الاطمئنان يكون بمقدار إيش بمقدار تسبيحة واحدة ونكمل إن شاء الله بعد الأذان ما تبي الشاي طيب بسم الله الرحمن الرحيم قلنا إذن هذا بالنسبة للركوع المجزئ والركوع الكامل كذا الأمر بالنسبة للسجود السجود ينقسم إلى قسمين إلى سجود كامل وإلى سجود مجزئ السجود الكامل هو أن يمكن جبهته من الأرض وأنفه ويضع يديه على الأرض مفرجتي أصابع ويباعد يعني فخذيه عن جنبه ويديه عن جنبيه ويضع رأسه بين يديه ويكون على أطراف أصابعه ويحرفهما إلى القبلة ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات فما يزيد هذا الركوع الكامل السجود الكامل أما السجود المجزئ فهو الذي يجتمع فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم أن تمس الأركان الأرض أن تمس الأركان 7 الأرض أما الأركان 7 فهي الكفان والركبتان والقدمان والجبهة هذه الأركان 7 وبعض أهل العلم ذكر الأنف مع الجبهة لأنه جاء في الحديث وأمر بيده على أنفه ولكن هذه الزيادة لا تصح ويبقى الصحيح هو الجبهة فلو سجد الإنسان ولم يمس أنفه الأرض صلاته صحيح سجوده صحيح إذا سجد والأنف لم يصب الأرض السجود صحيح المهم الجبهة والمهم الكفان والركبتان والقدمان ولا بد أن تضع هذه الأشياء 7 ولو لحظة مقدار تسبيحة أن تمس جميعها الأرض
فترون احيانا بعض الناس هو ساجد تكون رجله ايش؟ معلقه في الهواء. فاذا كانت معلقه في الهواء من اول السجود الى نهايته، سواء كانت معلقه في الهواء او محطوطه فوق الرجل الاخرى، طيب المهم لم تمس هي الارض. فاذا كانت معلقه هكذا لم تمس الارض من بدايه السجود الى نهايته، السجود باطل ما يصح. واما اذا كان يضعها ويرفعها او اصابت الارض ولو لحظه ثم رفعها، السجود صحيح. وكذا الامر بالنسبه للجبهه والكفين والركبتين. هذه الاعضاء السبعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعظم او اهرب، صلى الله عليه وسلم. فهذا السجود المجزئ، بعد ان يسجد يرفع من السجود ويجلس، اللي هو جلسه بين السجدتين، يجلس الجلسه التي يريدها، يتربع، يمد رجوله قدام، يجلس على قدميه، يجلس على يرفع رجليه، كله جائز، المهم ان يجلس وان يستقر بمقدار ايضا ايش؟ تسبيحه، وهو يسمى بالاطمئنان، يسمى ايش؟ بالاطمئنان. اما اللي تشوفونه يسجد يرفع على طول، ما يجلس ولا لحظه، هذا ما يصح، ما تصح صلاته. لماذا؟ لانه فقدت ركنا من اركانه، وهو ايش؟ الاطمئنان. لابد ان يطمئن، لابد ان يبقى ولو لحظه في كل ركن من اركان الصلاه. بقيت قضيه، وهي قضية القيام مع القدرة. لابد أن يصلي وهو قائم، لقول النبي صلي قائما، ولقول الله تبارك: وقوموا لله قانتين. فلابد الإنسان يصلي وهو قائم. العاجزون عن القيام، العاجزون عن القيام ينظر هل هو عاجز. أن البعض إيش يصلي وهو جالس على الكرسي ثم يمشي، ما في شيء، شلون تصلي على الكرسي؟ قال: ما أستطيع أسجد أو ما أستطيع أركع. نقول: طيب لكن تستطيع أن تقوم. فلا بد أن يصلي وهو قائم. فإذا كان القيام نفسه لا يستطيعه، هذا أمر آخر. يستطيع السجود، يسجد. الذي تستطيعه تفعله، الذي تعجز عنه هو الذي يسقط، ولا يسقط معه شيء تستطيعه. يعني عندنا قيام، عندنا قراءة، عندنا ركوع، عندنا سجود، شو اللي تعجز عنه؟ قال: أعجز عنها كلها، تسقط عنك كلها. قال: أعجز عن القراءة، تسقط عنك القراءة. قال: أعجز عن الركوع، يسقط عنك الركوع. قال: أعجز عن السجود، يسقط عنك. أسقط أعجز، يعني الذي تعجز عنه هو الذي يسقط، ولا يسقط معه تبع، ما في شيء تبع معه. واضح ولا لا؟ وإنما يسقط ما تعجز عنه، يسقط ما تعجز عنه، ولا يسقط كل شيء. ومن هذا التنبيه على الذين يصلون في الطائرة وهم قعود، وهذا خطأ يقع من كثير من الناس، يصلي في الطائرة وهو جالس، وهذا خطأ. هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة. إذا تصورنا أن الرحلة من أولها إلى آخرها كلها مطبات هوائية، وممنوع تفك الحزام، وممنوع تقوم، طيب، وسيخرج الوقت، يدخل عليك الوقت في الطائرة ويخرج الوقت وأنت في الطائرة، نقول هنا مضطر صل وأنت جالس، ما في مشكلة الآن. لكن إذا كان في مجال في الطائرة، أصلا في الطائرة يفك الحزام الناس تمشى وتروح، هذا يسولف مع هذا، وهذا يروح الحمام، ولا لا، بل أحيانا الرحلات الطويلة أصلا يقولك لازم تمشي حتى لا يتجلط، لا يتجمع الدم في مكان واحد، يقولك تحرك في الصلاة. فإذا كنت تتحرك ينصل، صح ولا لا؟ في آخر الطائرة صوب المطبخ أو كذا تجد مكانا، لابد أن تجد مكانا صوب الأبواب كذا، كلها ركعتين ما تطول، صلي صلاة خير. لو تقرأ تكتفي بقراءة الفاتحة، لكن تصلي صلاة صحيحة وأنت قائم. وهل يقول: طيب يمكن تلف في الطيارة واستقبال القبلة وكذا؟ الطيارة ما هي قاري تلف كذي، الطيارة طار دائما طريقها واحد، اذا لفت ويت لفتها بعيده جدا، ولا لا؟ الا انت مخلص قيام الليل مو بالصلاه. فالقصد اذن انه لابد من ان تصلي وانت قائم حتى لو كنت في الطائره، اذا كنت تستطيع ذلك. اذا عجزت موضوع ثاني، لكن قضيت والله وين ما في مكان، ما يخلونا المضيفين، من قال لك ما يخلونكم مضيفين؟ تقول بصلي بس وتوكل على الله. زين، يعني انا يا كثر ما سافرت كلها صلي وانا قائم الحمد لله، ما عم صليت وانا جالس الحمد لله، ما في اي مشكله. بالعكس مضيفين يجون يقول لي شو اسمه، تعال هذا مكان زين وهذا كذا وهذا كذا، ويجيبوا لي سجاده ونصلي. مضيفين شلون يصلون؟ فالامر ترى فيه سعه، لكن بعض الناس يظن انه ممنوع يقوم من مكانه، او ممنوع كذا، او فشله اللي قاعد جنبي او وخر ساعه بروح اصلي، ايش دعوه؟ يخلوه يحسبون انك تروح الحمام، ما فيها شيء. فالقصد اذن ان يتنبه الناس لان هذا ركن يا جماعه. القيام ركن مع القدرة، ما يسقط هذا الركن. فلو صليت وأنت جالس في الطائرة وأنت تستطيع القيام، ما تصح الصلاة، ما تصح الصلاة.
فلا بد من التنبه لهذا الأمر. وإن شاء الله تعالى باقي الأركان نكملها غدا. ونشوف الآن الأسئلة. بسم الله. طيب، هذا سائل يقول: جاء في الحديث والصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة كفارة لمن لم ترك الكبائر، فهل المقصود بذلك الصغار أم يدخل في ذلك الكبائر؟ هذا خلاف بين أهل العلم، يعني أن الصلاة إلى الصلاة أو رمضان إلى رمضان، يعني الكبائر هل تشترط لها توبة أو تكفر بدون توبة؟ خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن الكبائر لا بد لها من توبة ولا تكفر بمجرد الاتيان بالطاعات، وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد لها من توبة، والله العالم. لكن الإنسان ما توب من الكبيرة وانتهى الأمر خلاص. يقول: إذا يستطيع القيام لكن لمدة 5 دقائق فقط، فهل يلزم أن يقوم لصلاة قراءة الفاتحة ثم يجلس؟ لا، القيام ليس مرتبطا بقراءة الفاتحة، القيام طوال الصلاة. أنت تقوم متى ما تعبت تقعد والحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. شعرت بتعب اجلس، ما شعرت بتعب استمر قائما، مثلا اجلس، ارتحت قم، المسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى. ما حكم الجهر في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء مثلا؟ ما في بأس، ما في بأس، لكن الإصرار هو الأصل، هي السنة. عورة الأمة مثل الرجل حتى في صلاتها في الجماعة؟ نعم، حتى صلاتها في الجماعة إذا كانت مع النساء، إذا كانت مع النساء. يقول: إذا صلى الرجل في سفينة وتغير الاتجاه فهل تصح الصلاة؟ ينحرف معها، ينحرف يرد جبل الجبل إن شاء الله تعالى، ما في بأس إن شاء الله. إذا صلى الرجل على أرض بها روث فهل تجوز؟ حسب، إذا كان الروث طاهرا كروث المأكل لحم كالغنم والإبل والبقر والدجاج وغيرها صلاة صحيحة، وإذا كان هذا الروث نجسا كروث الآدمي وغير مأكل اللحم وغيرها فإنها صلاة لا تصح. يقول: رجل أدرك السجود الأول وبعد الصلاة سلم مع الجماعة ولم يأتي بالركعة، وأخبرته أن يأتي بالركعة فأبى وقال: أدركت السجود الأول، وهذا يعني أدركت الركعة الأولى، وخرج وذهبت إليه وقلت له: أعد صلاتك، فهل أنا مصيب وهل يعيد صلاته؟ طيب ليش ما طقيته بعد؟ شو تسوي لهذا؟ معاند هذا، تقول له تبين له، طيب صلاة غير صحيحة هذا. ولكن الأفضل يوم إن سلم تقول له عيد ركعة ما يعيد الصلاة، لكن إذا صار الفاصل طويلا هنا يعيد الصلاة. يقول: إذا جهرت في صلاة العصر في القراءة هل تبطل صلاة؟ قلنا لا تبطل صلاة، ما فيها شيء. إذا تركت الشاهد الأول متعمدا تبطل؟ نعم تبطل، الشاهد الأول واجب وسيأتي الكلام عليه. إذا كان الإمام يصلي سريعا ولم أدرك قراءة الفاتحة كاملة وركع الإمام فهل أكمل الفاتحة ثم بعد فترة أركع مع الإمام؟ الإمام إذا كان سريعا في كل صلاته، يعني ركوع سجود كذا، ما يعطيك اطمئنان، لا تصلي وراه هذا. وحتى لو في أثناء صلاة اقطع الصلاة، إذا كان سريع بحيث أنك ما تستطيع تمام ما تدرك معه شيئا، هذا ما تصلي وراه، تقطع الصلاة، لك أن تقطع الصلاة كما فعل الرجل مع معاذ لما أطال، فالتقصير من باب أولى. لكن إذا كان سريعا بس في قراءة الفاتحة وانت كنت سرحان أو تباطأت في القراءة كذا فتركع معه صلاتك صحيحة، لكن إذا كنت تستطيع أن تكمل الفاتحة وتركع وتدرك الركوع فاقرأ الفاتحة واركع. يقول: هل في الغترة استحباب أو غطاء الرأس؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان البلد الذي أنت فيه مثل هذه البلاد مثلا تغطية الرأس من الجمال، يعني بغيت تروح عرس مثلا تغطي رأسك، غطي رأسك في الصلاة، يعني تجمل لربك، هذا القصد. وإذا كانت البلاد تغطية الرأس وعدم تغطيته سواء ما فيه مشكلة، يعني مو لازم تغطي رأسك. يقول: حاولت أن أخشع في صلاتي، إن شاء الله تكون لنا درس كامل عن الخشوع في الصلاة إن شاء الله تعالى. يقول: ما هي الضوابط في التمييز بين الشرط والواجب والركن من خلال الأدلة الشرعية؟ الشرط قبل العمل، الركن أثناء، جزء من العمل. الركن تبطل الصلاة بتركه حتى لو كان يعني ناسيا أو جاهلا، بينما لا يسقط إلا في حال العجز. أما الواجب يسقط في حال النسيان أو السهو أو متابعة الإمام. هل يخرج من صلاته بوجود النجاسة اليسيرة كنقطة من مذي أو ودي؟ ذكر ابن النووي رحمه الله تعالى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة معفو عنها، إذا كانت نقطة أو ما شابه ذلك، إذا كانت يسيرة معفو عنها بالإجماع كما نقل النووي ذلك رحمه الله تعالى. يقول: الجهر في السرية والسر في الجهرية،
ألا يعترض عليه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا؟ لا، جهر النبي في السر أحيانا صلى الله عليه وسلم، لا لا يعترض أبدا، ما في بأس، هي سنة. يقول إن سأل أحدهم، إن جهل سأل أحدهم عن جهة القبلة وأجابوه فصلى مرتين ثم تبين له أنه إلى غير القبلة، اللي علموه غلط يعني، اللي علموهم مخطئين يعني أو دجالين حسب عشان. المهم هو ليس عليه شيء إن شاء الله، طالما أنه سأل طيب ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى، هو أدى الذي عليه، أدى الذي عليه، الصلاة التي صلاها صحيحة ويستقبل القبلة فيما سيأتي. ما حكم من يصلي في جيبه علبة سجاير أو زجاجة خمر؟ هذا مطوع دايخ عنده خمر ومستعف. طيب بالنسبة للخمر على خلاف بين أهل العلم، هل الخمر نجسة أو ليست نجسة؟ من قال أن الخمر نجسة لا تصح الصلاة، ومن قال أن الخمر ليست نجسة وهو الصحيح الصلاة صحيحة مع الإثم. هذا بالنسبة للخمر. بالنسبة للسجائر، السجائر ليست نجسة العين فالصلاة صحيحة، لكن يبقى قضية السجائر هل هي حرام أو ليست حرام؟ والصحيح أنها حرام لأنها مضرة بإجماع الأطباء حسب ما نقل لي بعض الأطباء، بحوث علمية فيها ولجان. فإذا كانت كذلك فالله تبارك وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار صلى الله وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أنها محرمة، لكن القصد الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. يقول إذا فاتني تكرار بعض ألفاظ المؤذن كالتكبيرات والتشهد فلا أستطيع أن أجمعه؟ نعم ممكن، يعني إذا كنت منشغلا بشيء مثلا بدرس أو غيره وصار يؤذن المؤذن، ممكن بعد ما يوصل حي على الصلاة تبدأ أنت تعيد كل ما قاله، ما في. أو كنت في الحمام مثلا ولا تستطيع أن ترد عليه فخرج من الحمام وأعدت ما ذكره، لا بأس بذلك. يقول إذا كان الرجل يعاني من سلس البول ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة، ولو خرج البول أثناء الصلاة صلاة صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يصح أن يصلي إماما من يعاني من سلس البول؟ نعم يصح أن يصلي إماما طالما أنه معذور في هذا، يصح أن يصلي. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن صح، هذه القاعدة، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، ما عدا المرأة تصح صلاتها لنفسها ولا تصح إمامتها للرجل، لكن إمامتها لمثلها تصح. يقول ما عورة الفتاة الصغيرة في الصلاة إذا كانت دون العاشرة وبعضهم يقول السابعة، لهم دون هذا السن؟ طيب فعورتها من السرة إلى الركبة كعورة الرجل. لا دون العاشرة، لا 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 قبل البلوغ. إذا حبست في مكان نجس وجاء وقت الصلاة وقارب أن ينتهي الوقت وصليت، هل صلاتي صحيحة؟ هذه تطلق على قضيتين، قضية من حبس في مكان نجس، قضية إنسان ما عنده ماء، طيب إذا وصل إلى الماء يطلع وقت الصلاة، هل يتيمم ويصلي أو يذهب إلى الماء ولو خرج وقته الصلاة؟ هذه مسألة اجتهادية. بعض أهل العلم يقول لا يراعي الوقت، يراعي الوقت، فإذا إيش يتيمم ويصلي أو يصلي في النجاسة، طيب طالما أنه يراعي الوقت. وبعضهم قال لا أبدا يراعي الحال التي هو عليها، الماء موجود لا يذهب يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت، ويخرج المكان النجاسة ولو خرج الوقت، وهذا أظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن مسألة اجتهادية كما قلت بين أهل العلم. يقول إذا صلى رجل من غير وضوء عامدا هل يكفر لأنه استهزاء بالدين؟ هو لا شك أن هذا العمل يعني عمل سيء جدا، فإذا فعل هذا على قصد السخرية والاستهزاء هذا كافر والعياذ بالله، أما إذا فعله جهلا طيب فإنه لا يكفر وإنما يؤدب على هذا الفعل. يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل قصر الصلاة متقيد بالخوف من الفتنة؟ هذا جاء عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني ما بالنا وقد أمنا؟ قال إنما هي إيش؟ صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني اقبلوا صدقة الله تبارك وتعالى. يقول إذا سترت الوجه في الصلاة لوجود الأجانب ما في بأس، هذا يعني أمر مستحب لها تستر وجهها في وجود الأجانب. خوف الكفار، فتنة الكفار، أي نعم. ما الدليل على أن صلاة الأمة كاشفة شعرها وصدرها جائز؟ ما في دليل على أنها عورتها عورة الحرة،
لا دليل أن عورة الأمة هي عورة الحرة، بل إن عورتها تختلف عن عورة الحرة. وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر النساء الإماء أن يفعلن كما يفعل النساء الحرائر، وهذا اجتهاد من أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا القول، وهو أن عورة الأمة هي عورة الرجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.